وذكر ابن الجوزي في المواعظ أن شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات، مر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته فأخبرها، فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة، فلما دخل أغلقت الباب ثم دعته إلى الفاحشة فصاح بها، قالت له: والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت، فيحضر الناس فأقول لهم: هذا الشاب اقتحم علي داري، فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن. فخوفها بالله فلم تنزجر، فلما رأى ذلك منها قال لها: أريد الخلاء. قالت: نعم. فلما دخل إلى الخلاء في بيتها أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط، وجعل يأخذ منه غائطا ويلقي على ثيابه ويديه وجسده، ثم خرج إليها، فلما رأته صاحت وألقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت. مضى يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه: مجنون مجنون، حتى وصل بيته فأزال عنه النجاسة واغتسل، فلم يزل يشم منه رائحة المسك حتى مات.